على هوا مصر. اللهم اجعلنا نقدم ما ينفع الناس ويمكث في الارض. النهارده بمشيئه الله هيكون كل اصحاب الشكاوى والهموم والازمات مع عدد من الوزارات وجها لوجه مع مسؤولين في هذه الوزارات. هيكون عندي النهارده يعني مش هبتدي بفقره الشكاوى والرسائل في الاول، لان الحلقه كلها ان شاء الله هتبقى كده في النصف الثاني بعد فقره الاخبار. هيكون معايا من وزاره الاسكان مستشار الوزير الاستاذ هاني يونس، ويكون معايا من وزاره التربيه والتعليم الاستاذ بشير حسن مستشار الوزير ومتحدث باسم الوزاره، وهيكون عندي من وزاره التمويل الاستاذ وائل عباس معاون وزير التمويل. يعني هيبقى عندنا النهارده عشان الناس تبقى معايا ومركزه، اللي عندهم المشكلات والشكاوى واحنا برضو هنحل معاهم، دول الناس اللي بيحلوا معانا وبيوصلوا الشكاوى على طول للوزراء. الاستاذ هاني يونس الاسكان، الاستاذ بشير حسن التربيه والتعليم، الاستاذ وائل عباس وزاره التموين. فاللي عنده حاجه يبتدي يجهز ويخش ان شاء الله يقولها على طول او يبعتها على الرسائل، ونزلوا للناس الرسائل يا جماعه والتليفونات اللي يمكن حضراتكم معظمهم عارفها. طبعا انا كل يعني لخصنا مجموعه من الحاجات الشكاوى اللي جت في شويه الورق الصغيرين دول، وان شاء الله برضو هنعرضهم في الحلقه في قطاعات التموين والاسكان والتربيه والتعليم، وده هيكون ان شاء الله في الفقره الاساسيه النهارده. النهارده فيما يتعلق بالاخبار عندي الحقيقه في ثلاث حاجات مهمين، خلينا نعلق كده بسرعه عليهم لان انا عندي ملاحظه مهمه جدا ارجو ان حضراتكم تلتفتوا اليها فيما يتعلق بخطاب الرئيس النهارده. طبعا يمكن حضراتكم كلكم سمعتوه، النهارده هو كان في اسيوط لافتتاح محطات كهرباء، وطبعا الاهتمام الرئيس السيسي بالكهرباء الحقيقه اهتمام فائق للعاده، والحقيقه بنشكر الوزير محمد شاكر على الجهد اللي بيعمله يعني في هذا السياق، لانه الحقيقه باذل جهد كبير. بنشكر جدا العاملين في وزاره الكهرباء والناس اللي شغاله في محطات الكهرباء، احنا في يعني احلك لحظات الحر لكن ربنا سبحانه وتعالى ساترها علينا الحمد لله، وده انجاز كبير جدا جدا. بس انا عايز اقف قدام حاجه النهارده. فيما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث من اسيوط عن السلام مع اسرائيل، وبيتكلم على 40 سنه سلام، وبيتكلم ان السلام الدافئ يتحقق مع تحقيق السلام العادل والشامل في الاراضي الفلسطينيه المحتله، ووجه دعوته في هذا الامر في لحظات. الحقيقه استجاب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، استجابت حماس لهذه الدعوه، واستجاب ايضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس. خد بالك، حط دي بقى كده في السياق، انه الرئيس الكلام في حماس، يبقى هو السلطه الوطنيه الفلسطينيه في رام الله معاها في دوله موازيه موجوده في قطاع غزه اللي هي دوله حماس، ومقطعين في بعض. فالرئيس النهارده اتكلم بشكل شامل، وحماس جزء من هذا الشكل الشامل، وحماس طلعت بيانات لتؤيد مبادره الرئيس السيسي. حط بقى دي كده، ثبت لي مشهد حماس ده، وتعالى على النيابه العامه النهارده. معالي المستشار النائب العام طلع بيان من عنده، من طبعا نيابه امن الدوله العليا الست المستشار تامر فرجاني، راجل الحقيقه هارد وركر يعني شغال بجديه وبقوه، مطلع بيان بيتهم حماس او عناصر في حماس او عناصر في قطاع غزه بانها مسؤوله عن عمليات تدريب الناس والتمويل والتخطيط والمشاركه في التخطيط لاغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات. اذا بص بقى، انا ليه حاطط المشهدين قصاد بعض؟ واتمنى انه يكون اخواننا بتوع لجان الفيسبوك وتويتر واخواننا بتوع الاعلام الغربي يكونوا مذاكرين معايا المشهدين دول، وحضراتكم طبعا، انه كل هؤلاء الذين كانوا يزعمون زورا وبهتانا ان هناك تنسيق ما بين الجهات القضائيه وما بين مؤسسات الدوله تسقط حجتهم اليوم علنا. في الحقيقه علنا، لماذا؟ لأنه في اللحظة التي تعمل فيها الأجهزة القضائية بكل حرية واستقلالية وتدين حماس، كان رئيس الجمهورية يفتح الباب لحماس للجلوس على طاولة المفاوضات. ولو أن هناك تم التنسيق أو توجيه ما بين الرئاسة والنيابة العامة كان على الأقل اتأجلت الإحالة،
اتأجلت الإعلان عن الموضوع، قال لك لا بلاش حماس دلوقتي عشان خاطر يعني لو اتهمنا حماس وبكرة الرئيس راح أسيوط وهيقول أصل عن حماس فنأجل الموضوع. لكن اللي حصل النهاردة بيكشف في الحقيقة عمق استقلالية مؤسسة النيابة العامة كجزء من المنظومة القضائية المصرية. احنا بنشكر سيادة المستشار النائب العام نبيل صادق، وبنشكر سيادة المستشار تامر فرجاني لأنكم أثبتوا لنا النهاردة أنه أي كلام بيتقال في الصحافة الغربية أو عند بعض المرجفين في المدينة عن أن هناك تنسيق أو توجيه أو تفاهمات بتحدث أو توازنات سياسية تقوم بها النيابة العامة، هذا أمر سقط اليوم، سقط هذا الادعاء سقوطا كاملا مدويا في الحقيقة. لو كان فيه ما كانش على الأقل الرئيس السيسي راح طلع هناك الحماس والناس وتيجي ويقعدوا وكل حاجة. فبنشكر النائب العام المصري ونحن متأكدون يا فندم من هذه الاستقلالية وهذه النزاهة دوما، وبنشكر سيادة المستشار تامر الفرجاني ورجال نيابة أمن الدولة العليا اللي النهاردة بيأكدوا ان هما بحرية وباستقلالية بيحققوا في كل حاجة، ومفيش اي ادعاءات الزور والبطلان اللي بتقولها الصحافة الغربية. شكرا لكم. شكرا ايضا الحقيقة للرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في امل جديد اتفتح. وهنا اللقطة الثانية اللي انا عايز اخدها من هذه الاخبار. انت النهاردة قطريين وهي دولة طبعا قزمية صغيرة، لا يعيب الدول انها تكون قزمة، يعيب الضمائر انها تكون ضمائر اقزام، يعني ضمائر قزمة، اقزام ناس محترمة وحاجة من عند الله تعالى، ولكن احنا بنتكلم عن تقزيم الضمير، الضمير القزم، الضمير القزم هو حاجة عابرة للتاني، ده حاجة غير مسؤول عنها، دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن الضمير القزم هو ضمير مريض يشعر أصحابه بعقدة نقص دائما. فهذه الدولة القزمة في الحقيقة يعني سعت طوال الوقت أنها تلعب دور في القضية الفلسطينية، وربما تصورت أن المال وحده يمكن أن يصنع المعجزات في هذه القضية، لكنها لا تعرف أبدا مفاتيح هذه اللعبة. النهاردة هذا البلد مصر اللي طالعه من أزمة اقتصادية، وعندنا إخواتنا في العالم العربي بيساعدونا وبيمدوا أيديهم إلينا بالدعم وبالعون، ودولة فيها عوز وفيها تحديات اقتصادية كبيرة وفيها تحدي أمني خطير، إلا أنها في اللحظة التي تعود فيها إلى قضاياها الرئيسية يصطف العالم من ورائها في الحقيقة. فالنهاردة في ساعات الحقيقة طلع بيان نتنياهو، ثم طلع بيان من السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس أبو مازن، ثم من حركة حماس، لتأكيد أن فعل التأثير والكبر وكبر الأمم مش بس بالفلوس لإخواتنا القطريين. دي اللقطة الثانية. اللقطة الثالثة وفي نفس المشهد في الحقيقة، النهاردة بيتم الكشف عن قضية فساد كبيرة جدا، يعني المبلغ طبعا بالنسبة لنا احنا كمصريين لما الناس ياخدوا ربع مليار جنيه من وزارة واحدة وفي حتة واحدة، ده طبعا مبلغ كبير. النهاردة تم الكشف عن قضية خطيرة وكبيرة اللي هي قضية الفساد اللي حصلت بالسطو في الحقيقة واستيلاء على 250 مليون جنيه من وزارة واحدة، وزارة التربية والتعليم، ست قاعدة بتمضي الشيكات بتاعت الناس، مضت من 2014 عمالة تمضي الشيكات لأختها، راحوا خدوا 250 مليون جنيه وحسبي الله ونعم الوكيل، وتم ضبطهم النهاردة. وده برضو رسالة بتؤكد أن المضي قدما والضرب بيد من حديد على الفساد لا ينقطع في هذا البلد، والحمد لله رب العالمين. فدي بس الثلاث لقطات الحقيقة اللي أنا عايز أعلق عليهم النهاردة فيما يتعلق بالأخبار. وإحنا النهاردة شفنا محطة الكهرباء مرة تانية، أنا عايز أفكر سيادة الوزير محمد شاكر أنه إن إحنا شكرناه بقوة في مرات متعددة، عشان الرئيس قال ما بتشكرهوش، والله رئيس شكرناه كتير الحقيقة، يعني سواء بشكل شخصي أو في منتديات عامة، لأنه الحقيقة فريق وزارة الكهرباء والفريق اللي شغال على هذا الأمر الحقيقة قايم بإنجاز كبير جدا جدا، نتطلع بإذن الله إلى أنه ده يتحقق بشكل كمان أفضل الفترة الجاية ونبقى مصدرين كهرباء. اللي عايز أعلق عليه بس في موضوع الكهرباء دي، إن أنا بقول لسيادة الوزير محمد شاكر يا فندم خد بالك العدادات اللي هي سابقة الدفع مخوفة ناس كتيرة جدا من الناس، إخواننا وأهالينا البسطاء في القرى وفي بعض المناطق في القاهرة، المناطق الأكثر عوزا
المناطق البسيطة، الناس بتتصور ان العدادات دي اغلى وغالية وبيدفعوا فلوس ومش عارف ممكن فلوس تضيع عليهم. انا بعتقد ان العدادات دي محتاجة وعي اكبر، يعني وزارة الكهرباء معانا كده في الاعلام في الصحافة يبقى في وعي حوالين هذه العدادات اللي هي سابقة الدفع، لانها مهمة، لان في بعض الناس بتخاف تقول لك لا، في شائعات يعني منتشرة انه دي ثمنها اغلى بكتير، هي فعلا في فرق سعر، لكن في ناس بتقول لك لا ده انت تروح تدفع وبعدين ممكن يقطعوا عليك الكهرباء، في عملية تخويف من هذه العدادات. فيعني مش عيب خالص ان احنا نبتدي نعمل حملة نوعي فيها الناس بأهمية ده، زي الحملات اللي احنا كمان بنرتقبها من مسألة ترشيد استهلاك الكهرباء. انا النهاردة هذه الحلقة الحقيقة حلقة مفتوحة لحضراتكم وللناس اللي عندها مشاكل او شكاوى او هموم مع الوزارات الثلاثة المشار اليها، التربية والتعليم الاستاذ بشير حسن، الاسكان الاستاذ هاني يونس، ثم وزارة التموين الاستاذ وائل عباس. انا هستناكم بعد الفاصل وهستنى تليفوناتكم ومواجهاتكم مع المسؤولين في هذه الوزارات، ان شاء الله هنحل على الهواء باذن الله. هستناكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مرة تانية، ومواجهة على الهواء مباشرة ما بين المسؤولين في الوزارات، ناس من اقرب الناس الى الوزراء المختصين، وهم الحقيقة عشان اكون امين مع حضراتكم، الناس اللي قدامكم دول هم اللي احنا بنلجأ لهم في حل مشاكلكم. وزير ما ردش، الوزير مشغول، هم الناس بتاخد الشكاوى وبتهتم بيها جدا جدا الحقيقة، وبتساعدنا. يسعدني النهارده ان هم يكونوا يسمعوا الشكاوى اول باول، واحنا حاطين قدامهم ورق وكل حاجه علشان خاطر يكتبوا اللي هم عايزينه من شكاوى حضراتكم. يعني يسعدني ان يكون معايا الاستاذ الزميل والصديق العزيز الاستاذ بشير حسن، المتحدث الرسمي لوزاره التعليم ومستشار سياده الوزير. اهلا بك استاذ بشير، وانت عندك قضايا كتيره جدا. تأكيد. الترمين بقى والكثافه والابنيه التعليميه وشكاوى كتير جدا، وزباله حوالين بعض المدارس الى اخره. تأكيد. كلها من الحاجات اللي زعناها الفترة اللي فاتت، وهتسمع إن شاء الله برضو من الناس حاجات النهاردة. سعيدني أيضا يكون موجود الزميل والصديق والحقيقة من أكتر الناس اللي بيساعدونا الأستاذ هاني يونس، مستشار وزير الإسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. أهلا بيك أستاذ هاني. أهلا وسهلا. وطبعا أكتر الحاجات اللي يعني سمعناها وعايزينك ترد عليها النهاردة وتسمع الجديد، إنه في ناس كتيرة جدا ما عندهاش ملف تأميني، وبتروح تقدم ما بتلاقيش، ناس تقدم ويطلع لها إسكان ما تلاقيش إلى آخره. أستاذ وائل عباس معاون وزير التموين، أهلا بحضرتك أستاذ وائل. أهلا وسهلا ومشرفنا، وبنشكركم في الوزارة أيضا على التعاون. والحقيقة برضو عندنا قضايا كتيرة هتشوف بعض التقارير منها، خاصة موضوع البطاقات الذكية وبطاقات ضايعة والناس مش عارفة البطاقات، وواحد مقدم ما مش لاقي البطاقة يروحوا مكاتب التمويل لقى الحاجات اتصرفت، حاجات تحت أمركم في أي حاجة كتيرة جدا في هذا الأمر. أنا خلوني أبتدي بيه الأستاذ بشير حسن، أنتم ما حلتوش لحد دلوقتي قضية الترمين بتاعة الخارج؟ لا اتحلت، وأنا لي عتاب على حضرتك. يلا قول لي العتاب بسرعة. إنك أول من أثار هذه القضية وآخر وما عرفتش ولما اتاخد فيها قرار ما قلتش ما اتاخد فيها قرار. والله طب ما قلتليش. لا 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 اتاخد فيها قرار. طيب. لسه الناس بتبعت لي رسائل لحد دلوقتي لا و12 في اليوم السابع هم قالوا ان لسه هتطبق، مش ان لسه هتطبق من العام الجديد. من العام الجديد ما ينفعش. لا لا ما ينفعش تطبق من السنه دي. بس انا قلتها دي. قلتها؟ اه والله. طب كويس جدا. اه والله. لانك انت بتقول اتنشرت في اليوم السابع وانت قلت ده صحيح. لانك قلتها ولا ما قلتهاش؟ لانك الدول اللي هم بيقيموا فيها هيطبق من العام الجديد. طيب ناخد تليفونات. ايه اتفضلي. ايه احمد من القاهره. اتفضلي ايه. طب احمد من الغربيه، اهلا يا احمد. الو. ايوه استاذ خالد. اهلا وسهلا. الو استاذ خالد. اهلا وسهلا اتفضل. ده احمد. اهلا وسهلا اتفضل. وطي التلفزيون. ايوه وطي التلفزيون عشان تسمعونا بس. اتفضل. انا فعلا المشكله بتاعت المخابز بتاعت الغربيه. لا انتوا حولتوا التليفونات يا شباب ولا ايه؟ مين معايا؟ اقول اسم حضرتك بس. احمد من الغربيه. اهلا يا استاذ احمد اتفضل. صعب المشكله بتاعت مخابز الغربيه. مخابز الغربيه اتفضل قول. احنا معانا وزاره التموين هنا. اتفضل حضرتك. احنا كان محافظ الغربيه ووكيل وزاره الغربيه دكتور سامي النحاس السابق
كان ادانا تصريح ب 500 رغيف للمخابز الغربيه من حوالي سنه من تاريخ 17/3/2015. تمام. وبعدين جه طالبنا بفروق الفلوس دي في 5/4/2016. تمام. احنا معانا ورق ممضي من وكيل الوزاره ومن رئيس الرقابه ومن محافظ الغربيه السابق ومحافظ الغربيه الحالي. انا مش فاهم اذا كان هو بيمضي على الكلام ده وعلى وجود 500 رغيف كل مخبز من مخابز محافظه الغربيه، ازاي دلوقتي بيجي يطالب بفروق الاسعار والفلوس تاني؟ طب هو مضى على الفلوس دي وعمل كده. وضح الشكوى عشان التليفونات ورا بعض. تمام. وضحت الشكوى. طيب أنا عايز اسمه بالكامل. انا بالظبط انا هاخد اسمه بالكامل بعد ما نخلص طبعا علشان اتواصل معاه، علشان طبعا هنتقصى ورا هذه الشكاوى لنعرف طبعا ونتواصل برضو مع الشكي. طيب وداد من القاهره. وداد اتفضلي. ايوه يا ابني الله يبارك لك يا استاذ خالد. اتفضلي يا فندم. ابني كان شغال في شركه مصر للطيران بقاله 11 سنه. مصر للطيران مش معانا مصر للطيران. ماشي، ايه اللي حصل؟ الله يخليك، انا بقالي 4 مرات اتصل بحضرتك. اتفضلي يا فندم. بيشتغل 11 سنه مسبق متعين. عين. 11 سنه. جت مراته تعبت، اقدم اجازه بدون مرتب ما رضوش يدوله. مراته تعبت بعد عنك، عندها سكر عالي، ضيع لها مظلها الاثنين. الف سلامه. الله يسلمك. عملت عمليات فخد 15 يوم، كان واخد 7 ايام، كان منهم 15 يوم لما خدتها سائل. حصل له ايه؟ رفدوه. بعتوا له رفد. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ اسمه مراد عبده سلمان ميخائيل. مراد عبده سلمان ميخائيل، مصر الطيران. ماشي يا حاجه وداد، شكرا. يا استاذه وداد الله يخليك يا ريس. ماشي، شكرا. زينب من القاهره. السلام عليكم يا استاذ زينب. احنا معانا التعليم والاسكان والتموين، شكوتك في القطاع الاسكان. اتفضلي. حضرتك انا كنت مقدمه لابني في القاهره الجديده، وجي البنك بعت لي ورحت وعملت الاجراءات وكله، بعد كده بعتوا لي رساله تعليق الطلب، وابني من ضمن 5%، وما ثبتهوش ال 5%، طلبوا مني ورق وقدمت الورق وبرضه ما ثبتش، وعماله من الوزاره ل 15 مايو وانا مش عارفه حلها ايه. بشكرك شكرا جزيلا. هاني. 5% دول اللي هم نسبه المعاقين، احنا مخصصين في مشروع الاسكان الاجتماعي 5% بيتسلموا لاصحاب الحالات الخاصه. الاستاذه بتقول ان علقوا الطلب، اكيد في مشكله في الورق بتاعها، المفروض انها تتواصل مع صندوق التمويل العقاري. احنا عندنا رقم ساخن 1188، المفروض انها تتكلم 1188 الخاص بمشروع الاسكان الاجتماعي في صندوق التمويل العقاري. يا جماعه الرقم 1188 خاص بمشروع الاسكان الاجتماعي 1188. اي حاجز بيتصل بالرقم بيشوف المشكله اللي عنده، بيقولوا له المشكله عندك مثلا انك انت ما جبتش ورقه استكمال مثلا الدخل بتاعه الشهري، فبيجي يخمن الورقه وبعدين بيروح يسلمها او بيبعتها حتى الايميل، وبيبعت له الايميل اللي هيبعت عليه، وبعدها بيبعت له رساله على الموبايل ان ورقك اكتمل وتعالى روح مع البنك الفلاني عشان تخلص اجراءات التمويل العقاري للوحده السكنيه، فهي تكمل ولو في اي مشكله تيجي لي مكتبي وانا تحت امرها فيك. طيب تمام. التموين بقى يعني مشكله المخابز دي. لا ما انا لازم اذكر ده لان انا بقول لحضرتك اتقصى ورا هذه الشكاوى. لازم نعرف طبعا هذه الشكاوى مصدرها، اتواصل معاه مباشره، اعرف طبعا طبيعه هذه الشكوى ايه، ليه الشكوى دي حصلت وحدثت واسبابها. طبعا هو ذكر ان وكيل وزاره التموين في الغربيه الاستاذ سامي النحاس. ده الوكيل السابق. فطبعا احنا ده الوكيل السابق. بالظبط. تمام. طيب انا عايز اوريكم معلش حاجه في الاسكان، تقرير كنا عملناه برضو فيه مشاكل عن منطقه الدويقه كان فيها مشكله، هنشوف التقرير ده ونرجع نكمل الحوار ونستقبل التليفونات مع بعض. اتمنى ان احنا نمشي من الدويقه، كل ناس مسؤولين كبار يجوا هنا يصوروا المنطقه وما يعملوش اي حاجه. الكلام ده من 3 4 5 6 سنين، فهماني؟ كل الحاجات اللي بيعملوها دلوقتي يقولوا لك احنا متبين للطرق واللي بره. طب والزباله اللي احنا عايشين في قلب منها دي؟ تبقي نايمه ابو شبت يعدي عليكي، تعبان يعدي على عيل مش عارف تعدي عليكي. انا بنتي ميته من عقربه. احنا بتوع العشوائيات بتاعت الدويقه دي بالذات اولى من اي حد. ناس بقى لها يجي 30 40 سنه مزروعه على مؤاخذه في الوباء. رحت رئيس الحي قال لي المنطقه بتاعتك مش على الخريطه. قلت له يعني مش على الخريطه؟ ارض الملعب العشوائيات مش على الخريطه؟ قال لي لا يا ماما. يلا يا حبيبتي تبقى ما تبعتيش على الخريطه بقى نشيل. مرمطه بهدله غلا ومستحملين عشان احنا فقراء.
عشان احنا معناش حد في ظهرنا مسؤول يا موظف الكلمه يتكلم في عينها كلمه كويسه. احنا لما بنصدق ناس زي حضرتكم كده بتيجوا نقدر نطلع الطاقه اللي جوانا. بقول انت شايفه الحال اللي احنا فيه هنا والحر والقارب وقرب بيطلع علينا وزباله ودنيا وجن زي ما انت شايفه اهو. فاحنا عايزين ربنا يكرمنا نمشي في مكان نظيف عن هنا. عايز اغير الشقه يا بنتي، مش عايز الحكومه غير شقه بقى نظيفه شويه اقعد فيها احسن من اللي انا قاعد فيه ده. 15 ناس استلمت شقق بصراحه مش من حقها انها تستلمها، وخدت وباعت وعايزين يستلموا تاني، واحنا قاعدين هنا في الحته دي بقى لنا 15 سنه ولا 20 سنه. البيت هيجي علينا ومقدمين شكاوى وعاملين استغرافات وعاملين الدنيا كلها ما حدش سال فينا. ويبقى اطفال صغيره يجي عليها البيت يعني ولا نعمل ايه؟ بيوت جايه لها ازاله هنا ما حدش سال فيها. لما يموت بقى ولما تقع على الناس يسالوا ماشي، اما زي ما طالما واقفه ومكسره ومدغدغه فوق بعدها ما حدش بيسال عنها. استحملنا الغلاء قلنا ماشي مش مهم العيشه تغلى، هيقول لك عشان بينظف كباري وبيعمل واحنا ما نفهمش في السياسه، احنا غلابه، احنا عظمنا هنا بوغله وغلابه. قلنا نستحمل الغلاء عشان يصلح من بلدنا، ده بيصلح بقى من عيشتنا. يصلح اللي احنا عايزين عيشه كويسه، انا نفسي اعيش في شقه زي البني ادمين. نفسي افتح كده باب شقه اخش على بلاطه وابص في سقف مسلح. بتقولوا علينا مش عارف ايه، لا شيلونا انتم منه ونظفونا. نفسنا ننضف، احنا نفسنا نعيش. مأساة يا استاذ هاني يونس، ناس نفسها تعيش. انا بشكر المواطن اللي في الاول ده اللي قال احنا عايزين نخرج من هنا، ده كان املنا ان هم يستجيبوا ويثقوا في الحكومه ويخرجوا من المناطق العشوائيه. اما الاخت الفضيله اللي جت في التقرير وقالت ان احنا مالناش ظهر، انا بقول لها ان ظهركم في الدوله دلوقتي هو رئيس الدوله نفسه، لكن رئيس السيسي نفسه عبد الفتاح السيسي. رئيس عبد الفتاح السيسي في اللقاء الاخير اللي كان في مدينه بدا وقبل الاخير بقى قال بكلام واضح جدا الناس دي مش اهلنا ومش هنسيبهم، اهلنا مش هنسيبهم. جه تكليف فوري لوزير الاسكان ورئيس الهيئه الهندسيه ان خلال سنتين ان شاء الله ننتهي من تطوير جميع المناطق العشوائيه غير الامنه واللي منها منطقه الدويقة. كل يعني المناطق دي احنا انت طبعا عارف انه لا ده انا هبشرهم منطقه الدويقة. الدويقة بالذات احنا عاملين لهم منطقه، خدوا البشره دي على طول استرابه، عاملين لهم منطقه اللي هي قريبه منهم طبقا لمطالبهم في منطقه اللي هي حي الاسمرات وتحيا مصر اللي هو في منطقه المقطم على بعد امتار او منطقه قريبه جدا منهم، بتتعامل دلوقتي 16000 وحده، انتهينا بالفعل من 11000 وحده منهم وجاهزين للاستلام. مناطق حضاريه مخططه زي الاسكان الاجتماعي بالظبط، كل الخدمات موجوده، ملاعب خضراء، منطقه فيها كل المرافق كامله، فيها كلها. هنبدا خلال ايام ان شاء الله ننقل فيها اهل منطقه الدويقه بالذات. اعزموا الاعلام يا هاني، ده لازم هنعزمكم طبعا. يعني الاعلام لازم يروح يفرح مع الناس، ما احنا يعني طول الوقت عمالين بنتنكد معاهم باوضاعهم بالظبط. فيعني نبقى عايزين نبقى طب نصور نصور من دلوقتي منطقه الاسمرات، اعتقد الناس كلها صوروها وشافوا الجمال اللي فيها وحاجات على زي ما قلت على اعلى مستوى، الرئيس نفسه متابع، وخصوصا لان تحيا مصر تصوير عمليات نقل الناس ان شاء الله. معنا لسه الافتتاح بقى، لسه الافتتاح هيكون افتتاح كبير ان شاء الله ان شاء الله، ومحددين بالاسماء الناس دي كلها وهيتنقلوا خصوصا منطقه الدول. طيب خير يا رب ان شاء الله. استاذ بشير انت جاي لك رساله، انا عندي ثلاث مشاكل، مشكله كل وزاره، انا مدرسه وزي باقي المدرسين اشكو من تدني الاجور اللي ما بتكفيش العيش والحاجه غاليه، نفسي اعرف ليه ما فيش عداله في الاجور وازاي تتوحد المؤهلات. يعني مش معقوله واحد معلم ياخد اقل من مؤهل متوسط شغال في قطاع الكهرباء او البترول. اكتب الشكوى دي بتاعت مرتبات المعلمين عندك لحد ما نسمع ايهاب. اتفضل ايهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. أنا اسمي إيهاب مصطفى، المشكلة مع وزارة الإسكان. تمام. أنا في برج العرب الجديدة، وأنا وزوجتي كنا عاملين مركز طبي مكون من 8 شقق، منهم شقة مهني مرخصة مهني وسبعة كانوا سكني وكنا شغالين فيهم مهني، فالجهاز مدينة برج العرب اعتبر ان ده استخدام في غير محله للسبع وحدات وسحبتهم. سحبوا الوحدات السبعة لما تحس ان الشكوى تمت قول سحبهم الجهاز مننا، واصبح لينا شقه واحده مهنيه. كان في فتره من الفترات كان مفتوح الباب انك تحول من السكن للمهني، وثم اغلق الباب فما عرفناش نحول الباقي واتسحبوا عن طريق الجهاز. طيب ماشي تمام. فبدانا في الرحله بتاعه التظلم من السحب، وكان واقف معانا رئيس الجهاز. دي عندكم ولا في المحافظه؟ عندنا عندنا. طيب بشكرك ايهاب، هنسمع الرد عليها. الاستاذ ايهاب جاوب بنفسه على السؤال يا استاذ خالد وقال ان كان 8 شقق فيهم شقه مهنيه
وعاملها مركز طبي ما اتسحبتش منه. السبع التانيين اللي هم تخصيصهم اصلا سكني وهو اللي حاول التخصيص او خلاه مهني اتسحبوا منه. احنا بنحاول ما نكررش المشاكل اللي موجوده في المدن القديمه في المدن الجديده، بمعنى ان اللي واخد شقه للسكن يسكن فيها، ما يحولهاش لمقهى، ما يحولهاش لمركز تجاري، ما يحولهاش لسوبر ماركت، يستغلها زي ما كانت في الاستغلال الاصلي. يعني هنا هو ملوش حق قانوني في الزمن ده. فاحنا بدانا نطبق ده ونسحب الشقق من الناس اللي خلفهم الاشتراطات السكنيه بتاعتهم. استاذ بشير، المعلمين ورواتب المعلمين، اعتقد ان في الفتره اللي جايه بينتهي دلوقتي الاعداد من قانون التعليم، اعتقد ان هيكون في طفره في اجور المعلمين في الفتره اللي جايه، لكن كان في بدائل يمكن الوزير اتكلم عنها اكتر من مره. ما فيش عداله في بين المدرسين وبعضهم، يعني هتلاقي مدرس مثلا بيدخل له 100,000 جنيه في الشهر بالدروس الخصوصيه، ومدرس تاني ما بيديش درس خالص وبيكتفي مرتبه. اعتقد كان البديل مجموعات التقويه اللي قرها الوزير اللي في المدارس، اللي في المدارس دي تزود دخلهم وبياخد منها المدرس 90% وال10% الباقيين 5% للاداره التعليميه و5% للاداره المدرسيه. اعتقد ده هتحسن من اجور المدرسين شويه او من دخول المدرسين شويه في الفتره. لكن مفيش حل شامل اخر غير مجموعات التقويه؟ اعتقد ما يسري على الـ على الـ على المعلمين يسري على كل موظفين الدوله انت. بس في الخطا في الحسبان، في الحسبان وفي ملف قدام الوزير خاص باجور المعلمين. طيب طيب هو في سيد من القاهره، معلش استنى معايا سيد بعد الفاصل. انا بعد الفاصل هنزيع تقرير لحضرتك من مكانين، احنا زعنا تقرير من شيخ ناصر تمام عن البطاقات، وفي تقرير تاني من امبابه اهلي ومنطقتي والحي الذي ولدت فيه وحييت فيه. طيب فدول بقى بالذات ارجوك تاخدها. لا عينينا عينينا. وبعد الفاصل هنزيع التقرير عن بطاقات التمويل ونرجع نكمل بقيه التليفونات. هستنى حضراتكم. اهلا بيكم مره تانية. احنا هنعرض لك تقرير بتاع امبابه ومنشيه ناصر، يعني هناخد حتت من هنا ومن هنا، بس الاول هاخد معلش عشان التليفونات اللي مستنيانا قبل الفاصل. سيد من القاهره اهلا بيك. السلام عليكم استاذ خالد. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بيك استاذ خالد. انا عرفت والله من اليوم السابع النهارده ان حضرتك مستضيف الاستاذ المسؤول عن التموين. قلت والله انا اتصل وانا يعني بشكر حضرتك لاولى. يا دي النور يا دي النور، اتفضل. هي واحده بيغطي فيها واحد كده الله يحفظها ليا. بس تليفونك بيقطع يا استاذ سيد. مش سامع كويس. تليفونك بيقطع، اقف في حته فيها شبكه. انت بتتكلم من التليفون الموبايل؟ اقف في حته كده فيها شبكه. اطلع البلكونه، اطلع البلكونه. اتكلم كويس يا استاذ خالد. كده كويس زي الفل. انا بس بقول لحضرتك ان ليا مطحن عامله ومخلص كل الاجراءات والموافقات وكله منتظر امضه الاستاذ معالي الوزير خالد حنفي عليه وهو في الانتظار. وانا عبده من سنه 2008 واخد قرض من البنك عليه. مطحن من 2008 لحد دلوقتي ما اتمضاش. وخلص كل حاجه واستاذ خالد وعامل قرض من البنك. طب لا قول لي بصراحه يا استاذ سيد، يعني كان ايه اللي موقفه؟ يعني قالوا لك ايه؟ استاذ وائل معاك اهو. اقول اخر حاجه قالوا لي الاسبوع اللي فات ان هو في الانتظار مع ملفين تاني من المطاحن. كده انا فهمت. قالوا لي ان هو في الانتظار. طب هيرد عليك استاذ وائل اهو، فهمت ايه؟ قول لي. لا هو طبعا انت هو يستنى عمر التسجيل، انا جاهز على التسجيل اصلا. طيب انت كده 82 كل حاجه جاهزه يا استاذ خالد. طب اسمع استاذ وائل، هو استاذ سيد انت حضرتك 82 كده صح؟ 82 يعني ايه؟ 82%. انت 82%؟ يا استاذ سيد ماشي. دي ايه؟ دي 82%. تقريبا. انتوا قفلتوا السكه ليه على استاذ سيد يا شباب؟ يا استاذ سيد خلاص الراجل راح. لا ما بيقولوا لي شغال. شغال؟ طيب لو رجع لنا تاني، يعني ايه 82 يعني ايه؟ دي طبعا المطاحن اللي بتخدم او اللي بتساهم في انتاج الدقيق المدعم اللي بيدخل في انتاج انتاج رغيف الخبز. فطبعا دي بتكون قوائم انتظار محدده. طبعا طبقا للاولويات بيتم في لجنه اسمها اللجنه العليا للمطاحن، دي طبعا بتنعقد طبقا لما تراه طبعا في توقيتات زمنيه محدده. طب ايه يعني الراجل بيقول لك من 2008؟ ما احنا حضرتك ما هو دي طبقا الاحتياجات، يعني دي طبقا الاحتياجات. يعني بتكون محدده. يعني مش محتاجين في الحته دي بالظبط يا فندم، بتكون محدده في توقيتات محدده، توقيتات زمنيه ومكانيه. بالله عليك اتفضل. بالله عليك يا اخي،
ليه ما بنردش على الناس نقول لهم لا معلش المطاحن دي ما تنفعش كذا؟ انا قدمت ترخيص وخدت من البنك فلوس، عارف حضرتك اللجنه دي بتكون ورحت هناك وعملت وشايف نفسي بقى بستثمر لبلدي في الصناعات الصغيره. لا مفيش مشاكل، اهلا وسهلا، بس طبعا اللجنه دي بتكون مشكله من اعضاء مختلفين، يعني حتى ناس من غرفه صناعه الحبوب بتكون ممثله برضو داخل هذه اللجنه، ناس برضو بتكون ممثله من الصناعات المختلفه القائمه على هذه الصناعه بيكونوا برضو مشاركين، فطبعا كل الناس بتكون مشاركه علشان يكون القرار ما بيتاخدش منفرد. ماشي. يعني القرار بيتاخد طيب بتعاون بالمشاركه مع الناس كلها. نيفين الفيوم. الو اتفضلي يا استاذه نيفين. مساء الخير يا استاذ خالد. اهلا وسهلا اتفضلي. مساء الخير على ضيوف حضرتك الكرام. مساء الخير. اهلا وسهلا اتفضلي. ازيك يا استاذ بشير؟ اهلا وسهلا استاذ بشير. معلش انا عندي بس كلمتين عايزه استاذ بشير الله يخليك، يعني اهو اهو قدامك اهو جاي لك مخصوص. حضرتك عامل ايه؟ الله يخليك. الحمد لله يا فندم. لو سمحت يا استاذ بشير، احنا كنا مقدمين شويه طلبات وحضرتك عارفها طبعا، علشان السيد الوزير يتفاهم فيها معانا، منها ان احنا نحضر المؤتمرات بتاع التطوير او اللجان بتاع التطوير. انتوا مين؟ احنا مين دي؟ يعني انتوا مدرسين؟ لا احنا اولياء، احنا مدرسين واولياء امور. تمام. احنا عرفنا من حضرتك يا استاذ بشير في مره حضرتك كنت في برنامج على الهواء ان اللجان دي تمت خلاص، وحضرتك قلت ان تم حضور اولياء الامور. الحقيقه احنا ما عندناش فكره مين اولياء الامور اللي حضروا خالص، احنا ما فيش اي حد خالص من على الجروبات بتاعتنا اللي هي عددها بما يقارب نص مليون واحد على الجروب، نص مليون، ما فيش اي حد. احنا سالنا كل الناس بيقولوا ما حدش عارف حاجه خالص، ممكن بس اعرف الحقيقه مين اولياء. تمام تمام يا نيفين، تمام يا نيفين، تمام. بشير رد. يعني عايز اقول حاجه، انه لما بنقول اولياء الامور حضروا لجان تطوير المناهج، يعني بنقول بالصوت والصوره. كان قبل كده يا استاذ خالد في حاجز بين اي مسؤول وبين الجمهور في الفترات اللي فاتت. يمكن الدكتور هلال الشربين وزير التربيه والتعليم كسر الحاجز ده، ويمكن مندوبك في اليوم السابع موجود. مش لازم ندعو يعني 60 مليون اب وام علشان يجوا يحضروا ورش تطوير المناهج. لما قلنا اولياء الامور يحضروا، في مجالس اباء وفي مجالس امناء، دول ممثلين عن اولياء الامور. طب الناس اللي انتوا غضبانه وعامله جروبات، ما انا هقول لحضرتك على حاجه. انا دعيت خمسه من الجروبات دي، قلت لهم اتفضلوا تعالوا بكره احضروا جلسه تطوير المناهج، ودعينا عدد من الاعلاميين، وكان حضرتك مدعو. حضرتك كنت مدعو؟ والله كنت رحت للاتحاد، كنت مدعو. يوم توقيع حاجه في الرئاسه، والله كنت مدعو وما جيتش. ليه بقى؟ والله يوم توقيع حاجه في الرئاسه. ليه بقى في اصرار؟ ايوه ليه بقى في اصرار؟ ان ايه مش فاكر، مش فاكر في الرئاسه السعوديه ولا كان اعتقد كان السعوديه. كان السعوديه. اعتقد كان السعوديه. ليه بقى بقول اعلاميين يجوا؟ لان ناس كتير هتتصل بحضرتك وهترد عليهم، هتقول ان انا كنت حاضر و صحيح حضرنا الجلسات. طب لا، انا سؤالي عشان سؤالك. انا فين عايزه ايه؟ دعيت اربعه. انا النهارده عاملين جروبات وناس سخنانه ومش عارف ايه وعايزه تعبر عن نفسها، طب ما تجيب واحد منهم. جبنا، دعيت اربعه منهم. بتقول لك من نص مليون. دعيت اربعه من 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 ادم الصفحات ومحدش جه، اعتذر تاني من الصبح. نيفين استاذ بشير اهو على مسؤوليتي الشخصيه، سيب التليفون في الكنترول. لا بس انا المره الجايه تيجي. لا بس انا عايز اقول لنيفين حاجه. طبعا تشرف، بس عايز اقول لنيفين حاجه بعد اذنك. مش معنى ان الاستاذه نيفين ما تحضرش او خمسه سته ما يحضروش ان صوتها وصلش، ان مفيش اولياء امور. تمام. حته تطوير المناهج بقى، لان الكلام كتير جدا على تطوير المناهج. قلنا قبل كده ان لاول مره في تاريخ وزاره التربيه والتعليم، اولا التطوير ما يتوقفش، التطوير بيوديني لتطوير تاني. والتعليم كده، لما قلنا نطور المناهج، دعي لتطوير المناهج العلوم والرياضات فقط 150 استاذ جامعي من 12 جامعه مصريه. الوزير لم يتدخل في الاختيار، وده لاول مره بتحصل ما شاء الله. مناهج العلوم والرياضيات هتطبقوا من العام بعد القادم، واقتدينا بنماذج من خمس دول متقدمه في هذه المجالين. باقي المناهج المحليه، التاريخ، الجغرافيا اللي بترتبط بينا احنا كمصريين، تم تطويرها بالفعل، وحضر اولياء امور كتير جدا، وحضر كمان كتاب وصحفيين واعلاميين. والمناهج الجديدة هيتم تطبيقها من العام المقبل. نطور ايه في الترم الثاني؟ يعني ثورة امهات على المناهج. طب ما تشوفوا المناهج اللي هتيجي الجديدة وبعدين نتكلم فيها. الجروبات اللي هي ثورة امهات على المناهج تواصلنا معاهم. انا بتواصل معاهم على فكرة كلهم على الفيسبوك. ولا بيقول لك الوزارة؟ لا، ده اولا بيشتموني تمام، ثانيا بيقول الوزارة، ثالثا برد عليهم على التليفونات تواصل. بس طيب ماشي. محمد من اسيوط، محمد اتفضل. استاذ محمد مساء الخير يا استاذ خالد. اهلا يا فندم اتفضل. اهلا وسهلا. مساء الخير عليك يا فندم وعلى ضيوفك المحترمين. الله يعزك. اتفضل يا فندم. لعلك بخير يا باشا. الله يحفظك.
والنبي سؤال للاستاذ هاني يا فندم. استاذ هاني اتفضل. في سعادتك مظروفين نزلوا في البريد واخدت حضرتك؟ ايوه مظبوط. في مظروفين نزلوا في البريد مظبوط. الاحمر والازرق مظبوط. بس سعادتك الازرق ده اللي هو الاستلام بعد سنه مظبوط. طيب ده يحطوا فيه حوالي 9000 جنيه ولا 9000 جنيه برضه؟ بالظبط. كله لازم يدفع 9000 جنيه المقدم للحجز الواحده سواء المظروف يعني الازرق او الاحمر. سواء المظروف الاحمر او المظروف الازرق. مظبوط. لازم يدفع 9000 جنيه سواء الاحمر او الازرق. الفرق الوحيد ان الازرق هيستلم بعد سنه، الاحمر الوحدات جاهزه بعد ما نفرز الاوراق ونتاكد ان انت تنطبق عليك الشروط خلال اسبوعين ثلاثه هنبدا نقول لك تعالى استلم الواحده ان شاء الله. شكرا يا فندم بارك الله فيك. طيب. ربنا يعزك وان شاء الله بالتوفيق يا استاذ محمد. احمد من سوهاج. احمد اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا استاذ احمد. كلمني استاذ هاني. اهو استاذ هاني معاك اهو زباينك كتير. استاذ هاني انا راجل تابع في الادبيات الخاصه ومقدم على شقه في المحافظه ولحد الوقت وانا مرتبي 450 جنيه من التضامن الاجتماعي. ادفع كام الاول ولا سد كام؟ يعني عايزكم كده يعني انسانيه كده من عندكم للمعاقين. يعني المعاقين ما حدش سائل فيهم ولا وزيره التضامن سائله فينا ولا الاسكان حتى عايز يوقف معانا. يا حاجة يا استاذ احمد على فكره موضوع المعاقين موضوع كتير جدا جالي الحاجات دي جدا. الناس لا شغالين بال 5% ولا ليهم تامينات وعايزين شقق اسكان اجتماعي ومش عارفين يعملوا ايه، وانا دي يمكن رقم 40 مثلا الشكوى دي. احنا يا استاذ خالد شغالين بال 5% ده قرار مجلس الوزراء ونطبقه بالنص. والسيد معالي رئيس الوزراء كان في ندوه منذ ايام واحد المعاقين خرج وساله نفس السؤال اللي حضرتك بتقوله ده وقال له ما بتطبقش نسبه 5% وتواصل معالي رئيس الوزراء مع وزير الاسكان بعدها مباشره وقال له اطلعوا قولوا للناس سلمتوا قد ايه. وطلعنا عملنا بيان واتنشر برضه في اليوم السابع ان احنا سلمنا او تخصصنا حوالي 2400 شقه للساده اهالينا ذوي الاحتياجات الخاصه. ال 5% دي ما بتساعد هم بيبقوا ازيد من 5% فما بتزيد ل 5% بيطبق عليه بقى الشروط كانه مواطن عادي. انما احنا بنطبق ال 5% ملتزمين بيها. ايوه شكوى المواطن بقى. طب مش ممكن يعني مش ممكن يبقى في ذوي الاحتياجات الخاصه ليهم اليه لمعامله خاصه؟ ما هو المعامله الخاصه ان انا بخصصه. طب انا خلصوا بيخش بقى زي العادي. طب يبقى انا ما هو يعني من سبق كان النبأ ما هو لا ما مش من سبق هو بناخد لما بيبقى فيه ازيد من 5% بتطبق الاولويات العاديه اللي هي ايه؟ المتزوج ويعول قبل المتزوج، المتزوج قبل الاعزب وهكذا. فما بنطبق الاولويات دي عندي مثلا ال 5% مقدارها 100 شقه انما المتقدم 120 واحد فباخد ال 100 واحد اللي هم ال 5% وال 20 دول بيخشوا في اولوياتهم تبع التانيين ماشي. بس انا بطمنهم دلوقتي مع تكلفات السيد الرئيس الاخيره اللي كل اللي هيقدم وهنطبق عليه الشروط هياخد فيقدمه كله هياخد ان شاء الله سواء 5% او غير ال 5% الحاجز اللي شغال لي من دول. لا عيد لي الجمله دي تاني معلش. بص للكاميرا وعيدها. كل اللي هيقدم فين كاميرته؟ كل اللي هيقدم وحدات. لا ايه شمال شويه. ايوه شايفها خلاص. شفت كاميرتك؟ قول بقى للناس وجه اللي هاني يونس اهو بيقول وجه اللي اتفضل. كل اللي هيقدم وحدات في مشروع الاسكان على مشروع الاسكان الاجتماعي وتنطبق عليه الشروط والشرط الاهم يكون عندنا اراضي لان احنا بنلتزم بالاراضي يكون عندنا متسع من الاراضي اللي يبني فيها هياخد وحده سواء كان في ذوي الاحتياجات الخاصه او من غيرهم. واحنا عندنا دلوقتي التقديم شغال ففرصه كل واحد عايز شقه في الاسكان الاجتماعي يروح يقدم. احنا فاتحين لحد اخر الشهر. يقدم فين؟ في مقاطع ياخد مكاتب البريد كلها على مستوى الجمهوريه بيسحب خلاص الشروط منها. اسمعوا عشان في ناس سالتني السؤال ده وانا ما عرفتش ارد. زي ما قال المواطن دلوقتي هم فاهلين في اسيوط هم وعارفين بيقول في مظروف ازرق ومظروف احمر. تمام. مظروف الازرق الوحدات اللي هتنتهي بعدها يروح لمكتب البريد يسحب خلاص الشروط وبعدها بيملى استماره البيانات اللي موجوده فيها وبيجيب المستندات المطلوبه اللي هي الدخل ومتزوج ولا لا بيجيبها وبيجهز المقدم 9000 جنيه وبيروح للبريد تاني يدفع المقدم الحجز ويسلم المظروف تاني بكل الورق اللي فيه. تمام. لغايه اخر الشهر شغالين واي واحد وبعد كده خلاص بعد كده لحد دلوقتي. تمام. بعد واي واحد هيقدم وتنطبق عليه الشروط هياخد وحده ان شاء الله. والوحدات كتير احنا مش هنبطل بنا وحدات سكنيه بشريحه محدوده الدخل وعندنا تكليف بكده. خلصوا ال 500000 وحده او الاكثر اللي احنا طرحينهم هنبني غيرهم مستمرين في بناء الوحدات السكنيه لشريحه محدوده الدخل والشباب. هايل. تحبوا تاخدوا تليفون الاستاذ هاني زي ما خدتوا تليفوني ون هم معاهم على فكره بيجوا لي كلهم المكتب ضيوف برنامج كلهم عندي. طيب ماشي. احنا هنشوف امبابه ومكتب التموين في شكاوى الناس من بطاقات في امبابه عشان استاذ وائل يشوف لنا بقى المشاكل بتاعت الناس دي اخرتها ايه.
نقص بالسلع التموينية الأساسية كالزيت والسكر وضياع البطاقات التموينية لعدد كبير من المواطنين ومحاولات دون جدوى لعمل بدل فاقد ليفاجأوا بعدها بأن بطاقاتهم عاملة وهناك من يصرف حصصهم بها بالفعل. عن أزمة المواطنين مع وزارة التموين ومكاتبها استمعنا لشكواهم. أنا من شهر 8 لحد الآن مديني ورقة عيش ورقة تموين ما بخش السلع طبعا، فلاقيش أروح أجيب العشرين غيف يقول لي لا هم 10، يا سيدي إحنا 5 صنفار يقول لي ماليش فيه، عاجبك عاجبك مش عاجبك انت حرة، كأني بيشحط حضرتك العيش. وقفت لوحدها فأنا رحت المكتب أول عشان ينشطوها 5 مرات يا بنتي وأنا في السن ده، ويقولوا لي ما اروح اصرف بيها بعد يومين زي ما بيقولوا لي ما تمشيش. اول ما صرفت بيها ما فيش كام شهر راحت قالوا لي جايبه قايمه سوداء. إيه وقفت ما طلعتش من 2011 البطاقه، وكل ما كل شهر اجي اقبض بالورقه، الورقه دي اللي ام 50 قرش. الورقه اللي احنا بناخدها دي ما بنصرفش بيها سلع، بناخد تموين بس. دلوقتي احنا الشهر ده لا في زيت ولا في سكر، كل ما تروحي ما فيش الا ولا رز كمان، ما فيش الا دقيق وحاجات بسيطه جدا يعني. قال لي خدي اي حاجه بدل الزيت. خدت طبعا سكر ورز، هعمل ايه؟ انا هنا في امبابه ما لقيتش ولا اصلا مكان فيه زيت وسكر. انا نازله دلوقتي قلت انزل العجوزه يمكن الاقي، ربنا ييسر. الحكومه بيقول لك مش عايزه تطلع، احنا مش ذنبنا حاجه. بيقول لك الحكومه يا وزير تروح تكلمها بتاع التومين، احنا مش ذنبنا حاجه هنا. قالوا البطاقه دي واحد بس بيها تاني غيرك. طب مين المسؤول؟ قال المسؤول عنك مكتب التموين تبع لي. بنضرب البطاقه عندهم عشان نجيب النقط، قالوا له البطاقه سودة. ايه سودة؟ ما نعرفش لا ايه سودة ولا بيضة. هو ايه حكاية اللي بيطلعوا البطايق على بطايق الناس واحنا اصحاب البطايق ما طلعناش؟ عايزين نفهم. وبعدين السلع احنا ما بناخدهاش خالص، احنا مظلومين في السلع. 3 اشهر كل يوم، اسبوع الجاي اسبوع اللي بعده، في النهاية بتقول لي انت مالكش عندنا تأمين. طب ازاي انت استلمت من استمارة وصورت بطاقة وصورت البطاقة بتاعته وتعالى بعد 5 شهور مستلمها، بعد 15 يوم تيجي تقول مالكش عندي تأمين؟ بنناشد السيسي وبنناشد اي مسؤول، لو مش هيقدر يعمل لنا بطاقة تومين يبقى يقعد في بيته محسن. شكاوي اهالي امبابة، وكان شكلها برضو زيها كده اللي زعناها من كام يوم على منشية ناصر. استاذ وائل ترد على الناس تقول لهم ايه؟ احنا لما بنيجي نتكلم دلوقتي اكتر الكلام كان كله عن البطاقات وعن نقص السلع. نقص السلع كان في فتره من الفترات في فبراير الماضي مرينا بموضوع نقص السلع بالذات تحديدا سلعه الزيت، لكن الحمد لله قدرنا بالتعاون مع بعض الجهات التنفيذيه الاخرى ان احنا نوفر هذه السلع بصوره كبيره جدا، بسلع طبعا باسعار مختلفه، طبعا بجودات مختلفه، طبعا قدرنا نقسمها لشرايح ترضي جميع اذواق المستهلكين. بس هنا انا قدام حاله. ايوه. امبابه الناس لسه بتعاني. ما احنا دلوقتي بنتكلم اهو، انا دلوقتي عندي المنظومه دي منظومه ذكيه، يعني ايه ذكيه؟ يعني انا براقبها بحاجتين، عندي فرق رصد ميداني دي بتنزل الشارع وبتتقصى الاراء الناس وعلى ارض الواقع، وعندي حاجه تانية اللي هي الرصد الالكتروني، الرصد عندي على سمارت فون بتاعي ببص على حجم المبيعات في كل مكان قد ايه، في كل قريه وفي كل نجع وفي كل مركز قد ايه، كل تاجر تمويني خد حصته قد ايه، نسبتها كام في الميه. حجم المبيعات، حجم المبيعات الخاص بيا. طبعا احنا عندنا ايه اللي عامل المشكله هنا في امبابه؟ ما انا بقول لحضرتك اهو. فطبعا السرد ياتي كالاتي، احنا عندنا المنظومتين، منظومه التموين وفرق نقاط الخبز، السلع الاساسيه هي نصب عيوننا في المقام الاساسي وفي المقام الاول، السكر والزيت والرز. لما احنا مرينا ببعض الازمات او بعض نقص يعني نقص السلع في موضوع الرز بالذات الزيت بالذات في الفتره اللي فاتت قدرنا نخلصه الحمد لله على اكمل وجه، وقدرنا نشعر بده عن طريق حجم المبيعات اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. دلوقتي الزيت، الرز لما احنا اتكلمنا دلوقتي فيه قلنا ان الرز بيمر برضه بموضوع نقص سلع وارتفاع اسعار وكلام زي كده، معالي وزير التموين قلنا الكلام ده للمواطنين ان احنا بدانا بنستخدم اليات السوق، اليات السوق اللي احنا بننزل على ارض الواقع وبنتعاقد سواء من السوق المحلي او السوق الخارجي، وطبعا دوله رئيس الوزراء كان توجيه منه بالتعاقد من واستخدام اليات السوق من بال 100% بكل امكانياتنا، ان احنا تعاقدنا ب 20,000 طن من السوق المحلي وقدرنا نوفر سلعة الرز ب 4.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية سواء في المنظومة الحرة أو في منظومة التموين. فطبعا ده اللي أنا بذكره للسادة المواطنين. أما بخصوص البطاقات فإحنا جاري طبعا بالتعاون مع شركة أيام الخاضعة لوزارة الإنتاج الحربي إن إحنا دار تنقيط هذه البطاقات بحيث إن إحنا كل اللي اشتكى منه السادة المواطنين أغلبه في الغالب بيتكلموا عن قائمة سوداء، قائمة سوداء إن بطاقات مزدوجة. فاحنا طبعا السيستم ما بيسمحش غير بتشغيل بطاقه واحده، لكن احنا بنحاول على قد ما بنقدر نفلتر السيستم. يعني ايه بطاقات مزدوجه؟ بطاقات مزدوجه بتكون بطاقه، يعني انا دلوقتي لما رهنت لما اديت للمواطن حقه في ايده اللي هو السمارت كارد اللي هو الكارت الذكي، اديته في حقه في ايده وقلت له ده حقك
دافع عنه. فطبعا بيفقد بيتلف بتأتي يعني حاجات زي كده. فطبعا الحاجات دي كلها بنراجعها أول بأول. المواطن طبعا ممكن يتعرض أنه يسيب بطاقته في أي مكان آخر, صاحب مخبز, صاحب متجر تمويني, فطبعا بيحصل فيه لعب في أثناء الموضوع ده. لكن احنا طبعا بتمسكوا حالات وارد, طبعا كل حاجة واردة, احنا مش مجتمع ملائكي. لكن احنا طبعا بنعمل ما بنعملش كده, المشكلة بتتحل. لكن احنا لحظة بلحظة, كان من اول ما طبقنا الموضوع ده المنظومة الذكية وحزن على رضا الناس, كانت الناس قابلت الموضوع ده بمقاومة عالية جدا. طبعا ازاي هنحسب فرق نقاط الخبز ازاي, الحاجات دي كلها هتتم ازاي. لكن الحمد لله حتى هذه اللحظة لما رهينا على وعي المواطن, بقى المواطن شاطر, بقى المواطن بيقدر يحسب ده كمان. بعض المواطنين بيجي يبص على البون اللي طالع وبيقول للبدال التمويني, بيقول له انا ما خدتش البون بتاعي. يعني شفت وعي المواطن وصل لحد فين بالظبط. طب ممكن تبص لنا على امبابه كده بكره الصبح طمني؟ يعني فرق الراس بتنزل على طول, بتنزل في كل الاماكن, مش في امبابه بس طبعا. يعني طبعا مشكله كبيره يعني بتنزل على طول في امبابه وفي كل الاماكن, يعني مش امبابه بس. استاذ سالم من الاقصر, اهلا بيك يا استاذ سالم, اتفضل. الو السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام, اهلا وسهلا, اتفضل. احنا والله بنشكرك يا استاذ صلاح, بنشكر الله يعزك المحترمين اللي معاك. الله يحفظك, اتفضل يا استاذ سالم. والله يا باشا احنا ما حدش في الاقصر بيسمعنا. انا معي ولدي شغال في المدرسه, عامل يعني الواد بيمسح المواخذ الدورات الميه ومش عارف, يقول لي 6 سنين. والله يا باشا. وبعد كده راحوا الواد في اليوم يعني كان بيتعب, راح طبعا جاب جوابات من الدكتور, قال لهم راحوا يروحوا بعد ما هنا راح يقولوا لي لا ده انت موقوف عن العمل. طب انا عملت ايه من غير ولا تظلم ولا حال؟ اسمه ايه وفي مدرسه ايه؟ في مدرسه الاقصر يا باشا, وادي الملوك الابتدائيه. وهو اسمه ايه؟ محمود سالم. محمود ايه؟ محمود سالم. محمود سالم, محمود سالم, ماشي. ايوه محمود سالم. لو سمحت يا باشا برضه, والله امه تعبانه, جاء السكر نهار, قالت ولدي ليه 6 سنين وحيضيعوه, ما فيش شغل وحاله وخلاص, يعني ليه 6 سنين شغال حرام يعني, وانا راجل باخذ معاش 700 جنيه, ويعني هي بياخذ له مبلغ بسيط. وهو يعني هو منقطع من امتى يا حاج سالم؟ والله هو يا باشا من حكايه يعني هم راحت يعني كل 10 ايام راح جاب بيها جوابات, راحوا تعمدوه عملوا له 30 يوم يا باشا. ماشي حاج سالم, ماشي. وبعدين روح قالوا لي ودي المحافظ, ودي الورق للمحافظ. رحنا ودينا الورق للمحافظ وشافوه, قال لي كله شوف, يقول لي ولدك ده يا سليم يرجع الشغل. المحافظ مش راضي يطلع الورق, راح ودينا القانوني في المحافظه, كل ما اروح اقابل حد يقول لي لا بكره بعد ولغايه حيضيعوا فضل التظلم عليه. وامه تعبان باخذ. ربنا يهون عليك يا حاج سالم, وهنشوف الاستاذ بشير هيقول لنا ايه. محمد من القاهره, محمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام, اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ خالد؟ اهلا وسهلا, اتفضل يا استاذ محمد. والله انا سمعت يا استاذ خالد, انا كنت عايز حضرتك في مساله خاصه كده. حاضر, ماشي, سيب تليفونك وانا هكلمك. حاضر. طب ترد لنا على سالم بقى, لان في حاجات تانية للتمويل. لا سالم, في حاجات بتبقى من اختصاص الساده المحافظين, وفي حاجات بتبقى من اختصاص الساده الوزراء. موضوع سالم اختصاص الساده المحافظ, لكن انا هتواصل مع مدير ونشوف الحل. طيب بكره ان شاء الله. استاذ خالد تحيه طيبه. نحن اهالي قريه ابو حسان مركز هي محافظه الشرقيه, نحن نعاني من عدم وجود مرافق وخدمات نهائيا, وبنعيش حياه غير ادميه. لا يوجد طريق لتنقل المواطنين, لا يوجد مدارس, الاطفال يسيرون على الاقدام 5 كيلومتر ذهابا الى مدارسهم والعوده, ولا يوجد اناره بالقريه. مدخل القريه اكوام من القمامه. قريه ابو حسان مركز هي, خلي دي معاك عشان دي مدارس برضه. تمام. أستاذ خالد, وزارة التمويل لم تطرح اليميش بالسعر المدعم زي كل سنة, تحتها شكوى. أنا مصباح عبد الحليم مصباح من المحلة الكبرى, تم اعتمادي تاجر تمويني جديد, ودفعت ثمن ماكينة صرف التموين 3500 جنيه في شهر 1/2015, وحتى الآن لم أستلم الماكينة, واسمه رقم تليفون. أرد ولا لسه؟ هرد بس. طيب. أقول بقية الحاجات عشان أنا الناس اللي تبعت رسائل مش عايزين نتجاهلها. يعني بالظبط, مفيش مشاكل. استاذ خالد, احنا 27 مدرس يعملون باجر 4 سنوات, لما طلبنا حقوقنا ادينا في الشارع, ادي تليفونه. هل هناك نيه لمناقشه قانون الاسكان الجديد الذي صدر عام 96, لانه بصراحه شديده به مواد عايزه تعديل. استاذ هاني, خاصه القيمه الايجاريه. محمد سيد الحسيني, عندنا مشكله صرف صحي بهدل لنا الدنيا, وكذا مره يدونا ميعاد وما بالوعد, عايزين ندخل صرف حرام من محافظه الاسماعيليه القنطره غرب قرب البنول قديمه, وهناك مشكله اخرى وهي ان طريق الاسماعيليه بورسعيد كل يوم يموت واحد, احنا بلدنا بنضيع.
نستغيث بكم لعدم صرف صندوق الزمالة للمعلمين بإدارة عين شمس. أستاذ بشير، أنا عصام طنطاوي محافظ الشرقية مركز يحيى قرية العلقمة، بلدنا في ضياع تام بسبب الانفاس صرف. أستاذ معلش خد الصرف عندك كله، إحنا برضه موعودين بالصرف، إحنا موعودين بالصرف. السلام عليكم، أنا مهندس مصري مقيم بالسعودية، أتمنى منكم عدد مشكلتي أحسد الضيوف تتعلق بأني قدمت شقة في برج العرب من 2010، تم بالفعل بناء العمارات ولكن بدون أي مرافق، وتم سداد الأقساط. وحتى تاريخه لا يوجد مرافق، وللشرح التليفون. عند شراء كراسة مشروع الإسكان الاجتماعي من البريد، وجدت أن الرقم الموجود على الظرف يختلف عن الرقم الموجود على الكراسة، ومش عارفة في مشكلة عند الاستعلام والتخصيص طبقا لأي رقم، وحاولت الاتصال بوزارة الإسكان ولكن لم يرد على التليفون. الغلاء الغلاء الغلاء، الناس دي موظفين في الحكومة، خدوا بالكم، يعني هم زيكم بالظبط في موضوع الغلاء. طب ده عندي أنا بقى. عندك انت الغلاء؟ الله اكبر. هتحلها لنا؟ لا مش هتحل لنا دي. هرد عليه بس هرد عليه. والنبي يا استاذ خالد، نفسي اطلع بطاقه تموين، كل ما اروح يقول لي انت خارج البلاد، بطاقات التموين لمن هم خارج البلاد. طيب في ناس كتير طيب على فكره، يعني على الواتساب كتير جدا رسائل. هرجع خارج البلاد. طيب يعني بالذات لفترات طويله، يعني يمكن اهله هنا ولا حاجه. لا اهله هنا اكيد بيصرف. لا نعم. يعني الاهل هنا بيصرف. استاذ خالد، نحن اهل قريه ابو حسين طبعا. دي خدناها دي، بس دي نسخه تانية منها. نتضرر نحن العاملين بالمديريه التربيه والتعليم بمحافظه بني سويف بحجز مبالغ من مستحقاتنا عند خروجنا على المعاش من رصيد اجازاتنا، وتوجد المبالغ على وجه الامانات في التربيه والتعليم، وترفض اداره الحسابات صرف مستحقاتنا برغم موافقه السيد المحافظ وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع بوقف الخصم من العاملين، ونحن في حاجة مثلا إلى هذه المبالغ. بعد الفاصل كل واحد هيرد على قضيته. هستنى حضراتكم. أهلا بكم مرة ثانية، وهناخد كام تليفون كده وبعدين نسيبهم يردوا بقى. استاذه مديحه من الاسكندريه، اتفضلي. عليكم. وعليكم السلام. ايوه استاذ خالد، اتفضلي يا فندم. انا بتكلم حضرتك من اسكندريه، كنت بقضي مشاكلتي ديت للاستاذ بشير من التعليم. اتفضلي. احنا مدرستنا، احنا لينا عندنا مدرسه في منطقه الرمل اسمها البستان. البستان المدرسه دي فقاعيه بقى لها عمر، وبعدين الوزاره اخذتها عشان تجددها وتبنيها من اول وجديد، والجيش ساهم في بنائها، وبعد ما اكتمل بنائها واولادنا اتنقلوا مدرسه ثانيه في استضافه مدرسه فاروق القرش، وقعدنا فتره تعبانين جدا، فترتين العيال بيروحوا طول الاسبوع المدرسه، ما فيش سبت اجازه، وفي الاخر الوزاره قررت ان المدرسه تبقى تجريبي لغات وتحولها تجريبي لغات. بعد ما حصل كده حولوها لتجريبي لغات. حولوها لتجريبي لغات، زي ما كنا استخسروها في اولاد الحكومه، او ان احنا المفروض ان احنا نتربى عيالنا في ظروف مدارس متاثره ومتبهدله. استاذ بشير بيقول لك يا استاذه مديحه، بيقول لك ما هي تجريبي لغات حكومه. لا هي تجريبي لغات بالمصاريف، بمصاريف. مصاريف حكومه بالمصاريف. هو هتلاقي بس يا استاذه مديحه، هتلاقي بس المنطقه اللي حضرتك فيها في الفتره دي اتبنى فيها مدارس ثانيه حكوميه، ودي لقوا في حاجه لبناء هذه المدرسه تجريب لغات في المنطقه دي فتم بناها. انت عارف حضرتك الكثافه الحكوميه قد ايه؟ هنتكلم عن الكثافه دلوقتي. اكتب الكثافه. شكرا يا استاذه مديحه. استاذ جمال من الغربيه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ جمال. سعيد بمساعدتك يا باشا، ضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. اهلا بيك. حضرتك عندنا مشكله التموين في الغربيه. كان وكيل وزاره التموين الاستاذ المحافظ رئيس مباحث التموين صرحوا لنا ب 500 جنيه بمستندات واوراق معانا من الكارت الذهبي فهالك ومغتربين ومال الاستاذ. تمام. جينا حضرتكم بعد زمن من تسليحهم جايين بيحاسبونا على فروقات ال 500 جنيه دول. طب حضرتك انت ما انت عارف ان ده غلط، بس صرح لي ان انا استخدمه ليه؟ وجاي دلوقتي اكثر من 1200 اسره او 200 مخبز على مستوى المحافظه مهددين بالغش بسبب مبالغ انت بتتصرف. كل مخبز جاي عليه 30000 و50000 و70000 جنيه. تمام تمام. حضرتك هتجيبهم منين؟ تمام استاذ احمد،
انت اتصلت قبل كده تقريبا، هي نفس الشكوى. اه جوزي وعمل جوزي لازم شغاله بالمكتب. اه هي نفس الشكوى، كانت نفس الموضوع كان. اه انت اتصلت قبل كده يا استاذ جمال؟ لا دي اول مره حضرتك. ايوه كان في شخص يمكن يبقى حاجه مشابهه، صاحب مخبز قبل كده. طيب هترد عليه. احمد من اين؟ اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ خالد؟ اهلا وسهلا استاذ احمد، اتفضل. والله العظيم الاسبوع اللي فات اقسم بالله اتسلفت عشان اتصل بيك، وخايف اقول لك رصيدي يخلص معك. معلش والله العظيم احنا عندنا خطين بس، وطالبين من ان شاء الله نركب خطين تانيين، تليفونين بعد بعد رمضان، بعد رمضان نركب خطين. قول الكارت. خايف اقول مشكلتي رصيدي يخلص. لا هكلمك لو رصيدك خلص، بس قول بسرعه. والله العظيم انا مشكلتي من يعني انا دولت اسره مكونه من 6 افراد. اه كنت باخذ شغل لحسابي محاره ونقاشه، وكنت ملك زماني. ربنا يعزك ويكرمك. دلوقتي وكان اعصابني ربنا سبحانه وتعالى في ابن الصغير جاله مرض خطير، كان معي حته ارض بعتي وخسرت شغلي. دلوقتي معي بنت مخطوبه ليها 8 سنين دبلوم تجاره. قول لي عايز ايه على طول، قول لي عايز ايه يا حاج احمد. خليك معاي بس الله يديك الصحة. حاضر. أنا خايف على الرصيد. وعايز الجماعة الضيوف يكونوا شهود على إني أنا من صعيد مصر ومظلوم. اتفضل. ويا سيدي الفاضل، ومعاي بنت على كده خريج دراسات إسلامية من 3 سنين، وعين معاي دبلوم زراعة برضه من 8 سنين. وبت يعني قاعده في دراسات اسلاميه سواج بصرف عليه. اقسم بالله العلي العظيم جاي رمضان علي ما معي جنيه. بوجه رسالتي للرئيس بقول له يا رئيس ابوس على راسك، ابوس على جزمتك يا رئيس، احنا في الصعيد مظلومين. يعني في واحد كان من ايطالي سحبوا السفير علشانه، والاتحاد الاوروبي يعني عمل عمايله عشان واحد. يعني دلوقتي انا اموتهم اروح فين واجي منين؟ يعني انا دلوقتي يعني انا عايز حاجه مشروع زي جمعيتي، عايز اقابل الرئيس اقول له انا مشكلتي. انت لو تاخد التليفون يا هند واحنا دي وزاره التضامن. ماشي حاضر حاضر يا حاج احمد. سيمون من القاهره هستاذنكم، ده اخر تليفون. اتفضل. الو مساء الخير. اهلا وسهلا. استاذنك انا كنت مقدم في الشقق اسكان شباب في اغسطس 2015. وجالي استعلام في شهر 3 اللي فات، والورق بتاعي اتقبل وتحول على بنك الاسكان والتعمير فرع عبور. تمام. اوكي. رحت هناك البنك قال لي ورقك اترفض عشان عايزين ضامن حكومي والتامينات بتاعتي اقل من 3 سنين. ضامن حكومي والتامينات، مشكله متكرره. مشكله متكرره. ماشي. فايه الحل دلوقتي اقدر اعمل ايه؟ تمام. شكرا سيمون، شكرا جزيلا. استاذ بشير، يعني كل واحد فيكم عنده الحقيقه مجموعه من القضايا، انت بس عندك دي وعندك الكثافه وعندك موضوع المدارس المناطق اللي ما فيهاش مدارس. خليني اتكلم سريعا عن ثلاث شكاوى خاصه بالكثافه. الكثافه يمكن الوزاره اعلنت اكثر مره، السيد الوزير اعلن اكثر مره ان احنا محتاجين 150 الف فصل عشان الكثافه. يعني المتصل اللي اتصل من هي من الشرقيه بيعاني من انه بيمشي ولاده بيمشوا 5 كيلو علشان يوصلوا المدرسه. لك ان تعلم ان محافظه الشرقيه بالتحديد مرجعين وكيل وزاره في محافظه الشرقيه احاله السيد وزير النيابه من حوالي شهر، وحل النيابه من حوالي شهر، هو واربع وكلاء وزراء برضه. يعني الوزير شاله المحافظ رجعه؟ لا مش فاهم. احال 5 وكلاء وزاره للنيابه. ليه؟ بسبب شكاوى زي كده. احنا محتاجين 150 الف فصل. ال 150 الف فصل دول محتاجينهم عشان الكثافه تكون من 40 ل 45 طالب في الفصل. عدد مش مثالي، رقم مش مثالي، لكن ده الـ يعني اقرب الى الموضوعيه شويه. لما 5 وكلاء وزاره يردوا جزء من الميزانيه اللي خاصه ببناء وصيانه المدارس يردوهم لوزاره التربيه والتعليم. لا، الخمس سنين اللي فاتت يا استاذ خالد راجع لوزاره التربيه والتعليم 7 مليار جنيه. 7 مليار جنيه من ميزانيات مديريات التربيه والتعليم راجعه. في السنه بتاعت الاخوان فقط اللي حكم فيها الاخوان مصر راجع 2 مليار جنيه من ميزانيه التربيه والتعليم. احنا بنشتكي من ان مفيش مدارس، بنشتكي من ان مفيش فصول، بنشتكي من الكثافه عاليه جدا، بنشتكي مفيش معامل، بنشتكي مفيش صيانه للمدارس. الوزير فورا احال 5 وكلاء وزاره للنيابه بسبب ان هم ما شغلوش الميزانيات اللي رايحه لهم ورجعوها، اعتبر ده نوع من الفساد. دي مهمه. دي الحكومه مشكوره
السنه دي ضعفت الميزانيه الخاصه بهيئه الابنيه التعليميه. واعتقد ومن خلال مشروع الطموح اللي اعلن عنه هنا في برنامج حضرتك اللي هو الاستثمار في مجال التعليم اعتقد ان الكثافه هتقل في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله, إن شاء الله. بدايه من العام المقبل طيب. باذن الله. اما الـ 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 الشكوى الخاصه بالتجريبي فمدرسه تجريبيه عليها يعني قوائم انتظار كتير جدا خاصه بالمدارس التجريبيه ومشروع الاستثمار في التعليم. لا هي بتقول لك ان هي المدرسه اتحولت من ان المدرسه اتبنت علشان خاطر التعليم العادي فجاه قلب التجريبي. بالتاكيد المنطقه دي كانت في حاجه لمدرسه تجريبي وتم بناء مدارس ثانيه. طب والناس والولاد اللي فيها الولاد اللي فين؟ لا ما هو ده بتقول لك بقى لها خمس سنين متوقفه. الولاد اللي فيها مش هيقعدوا في المدرسه او الناس اللي مستنيه بيودوهم مدارس ثانيه انها بتقول بقى لها خمس سنين. لا 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 طيب لا. ماشي. تاني حاجه الشكاوى اللي بتقول احنا 24 مدرس استاذ خالد احنا 27 مدرس يعملون بالاجر منذ اربع سنوات. عايز اقول على حاجه ايام 25 يناير بعض المحافظين وخصوصا في الشرقيه بعض المحافظين عينوا ناس كتير جدا بعقود يمكن كان في الشرقيه فقط من الفزع من الناس ده وال الله يرحمه الدكتور عزازي عين لما كان عين لما كان محافظ الشرقيه عين عدد كبير جدا من الناس ده في محافظه الشرقيه فقط قس على ذلك كل المحافظات. الناس دي في ناس منهم اتعينوا بعقود اشتغلوا بعقود وفي ناس اشتغلوا متطوعين علشان يتعينوا بعقود قبل كده. كل ده في ذمه المحافظين الوزارات مالهاش علاقه فيروحوا للساده المحافظين يحلوا لهم مشاكلهم. لان هتلاقي لو فتحت تليفونات دلوقتي المتعاقدين او المتطوعين او اللي بياخدوا 70 جنيه هتلاقي اعداد كبيره جدا في كل المحافظات. ده مشاكلهم مش عند وزير التربيه والتعليم ووزاره التربيه والتعليم, مشاكلهم عند الساده المحافظين. استاذ هاني هنبقى نجيب محافظين برضو يا جماعه. في عدد من المشكلات تم الناس بعتوها اولها مثلا مشكله الصرف الصحي اللي في كوره عشان الناس تبقى عارفه احنا عندنا مشكله صرف صحي في الكوره تحدي كبير جدا. الصرف الصحي عندنا في كوره مصر في حوالي 15% فقط من كورانا, ال 85% الباقيين ما فيهمش صرف صحي. عشان نعمل خدمه لكل الكوره الباقيه دي عايزين اكتر من 100 مليار جنيه. الدوله او الحكومه بشكل اخص في الفتره اللي جايه دي مركزه جدا على الموضوع ده, حاطين برنامج خلال الثلاث سنوات القادمه ان شاء الله نغطي 50% من كره مصر. يعني اللي اتعمل في السنوات السابقه دي كلها هيتعمل تقريبا ثلاث اضعافه في الثلاث سنين اللي جايين. ومجهزين تمويل سواء من الميزانيات الحكوميه او من القروض. هل اتحددت القرى والاماكن اللي المفروض بالكامل واتبعت في برنامج الحكومه لكل النواب حتى بتاع مجلس الشكوى اللي جايه للشرقيه على فكره. في الشرقيه برضه القرى كتير جدا ومتحط الشرقيه فيهم كتير جدا في كل كره مصر تقريبا. لا قصدي الشرقيه هتبقى طبعا 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 موجوده في الخطه ومحطوط اولويات. احنا بندخل الكره الهين اولا بندخل الكره الام اللي هي الاكبر في عدد السكان, ثم الكره القريبه من محطات صرف صحي قائمه, ثم الكره اللي فيها نسبه مياه جوفيه كتيره وبالتالي بتاثر على منازل المواطنين. السؤال اللي بعد كده كان قوانين الايجارات القديمه والجديده, ده ببشر المواطنين ان النواب دلوقتي القوانين في جوابتهم وهم مهتمين بيهم جدا سواء قوانين الايجارات القديمه او الجديده وكذلك قوانين اللي هي التعامل مع مخالفات البناء الخطيره والكثيره جدا اللي تمت بعد ثوره 25 يناير فتره الانفلات الامني. السؤال اللي بعد كده كان من المواطن اللي بيقول او المواطنه اللي كانت بتقول انها اشترت كراسه الشروط ولقيت احنا حاطين كراسه الشروط عشان ما حدش يلعب فيها. استاذ خالد كل كراسه الشروط فيها رقم كودي متضرر رقم كودي على الكراسه ورقم كودي في الظرف. هي بتقول انها لقت الرقم مختلف, هي بترجع لمكتب البريد اللي خايته منها اللي خدت منها الكراسه وبتقول لهم على الكلام ده وبيحلوا المشكله. يعني فعلا في خطا هنا؟ لا انا مش متاكد لسه انا هحسب كلامها. المفروض مفيش, احنا دلوقتي بايعين المفروض الرقم ده هو الرقم ده. احنا داخلين على نص مليون كراسه اتباعوا حتى الان ما جاتش شكوى من الكلام ده, اول مره اسمع الشكوى دي. تمام. فترجع لمكتب البريد اللي هي اشتريت منه الكراسه وتشوف هل ده فعلا صح ولا لا. طيب طبعا بالنسبه لعبد الله محمد علي انا بحييه طبعا على ايجابياته ان هو بيتكلم على اليميش اللي احنا بنتدخل طبعا في السوق ببعض الاليات اللي انا ذكرتها فيما سبق, ان طبعا احنا عندنا اداه تنفيذيه فعاله طبعا هي شركات المجمعات الاستهلاكيه بنفرض بيها سياسات ثبات نسبي في الاسعار. لما بنلاقي اختلالات هيكليه موجوده في السوق بنتدخل في اسعار السلع الاساسيه والسلع الاستراتيجيه. لما اتكلمنا لما هو بيتكلم عن اليميش احنا بنقول ان احنا اليميش في الموسم الحالي بنوفره بسعر تنافسي.
بمعنى ان احنا في الفتره الحاليه بنتنافس مع السلاسل التجاريه، هو نصب عيني هو القطاع الخاص ان انا اتنافس معاه واحقق الخدمه اللي ترضي المواطن المصري واحقق السعر التنافسي واحقق الجوده اللي تناسب هذا السعر. فطبعا لما انا بذكر ده بقول ان انا الاداه دي هي اداه فعاله، وعلشان كده القياده السياسيه لما حبت تعالج موضوع غلاء الاسعار او تحب يعني تخلي الناس يكون في مردود ايجابي على الموضوع ده، وجهت ان البطاقه التمنيه هي تكون الاداه الفعاله لتوصيل هذا الدعم للساده المواطنين. البطاقه التمنيه بتخدم حوالي 20 مليون بطاقه، بتخدم اكثر من 70 مليون مستفيد مصري، وطبعا هي ده قطاع عريض جدا جدا من المصريين، وطبعا دي اداه نفاذ نسبي لهذا القطاع العريض. اما السيد المواطن مصباح عبد الحليم بيتكلم على موضوع برضو المكنه اللي هي ما خدهاش، انا هتقصى ورا هذه الشكوى، تليفونه عند حضرتك وتليفونه طبعا موجود. غلاء الاسعار طبعا احنا اتكلمنا ان احنا عندنا الحمد لله منافذ متنقله، عندنا حوالي منافذ ثابته حوالي 4000 منفذ ثابت تحت التبعيه المباشره الخاصه بيا بوزاره التموين والتجاره الداخليه، وعندنا طبعا 26000 بقال تمويني او تاجر تمويني اللي انا حولتهم من بدال لتاجر تمويني بتنوع السلع اللي حصل فيه. طبعا المنظومه التموينيه السابقه اللي كانت موجوده كانت عباره عن منظومه تموينيه بتاخد سلع محدده القيمه والجوده بتاخدها از اتز وبتديها للمواطن مقابل مبلغ محدد، لكن دلوقتي انا اديت له تنوع كبير جدا، اديت له حقه في الاختيار، اديت للمواطن حقه في الاختيار، زي ما انا اديت له بطاقه يحافظ عليها اديت له حقه بالاختيار بالبطاقه دي تختار المنتج اللي انت عايزه بالسعر اللي يناسبك وبالجوده اللي تناسبك. طورت حوالي 470 من مجمع استهلاكي، 470 مجمع استهلاكي تطوير كامل، مش تطوير شكلا بس لكن شكلا وموضوعا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المواطن حتى لما بيروح بيلاقي العامل حتى اللي بيأدي له الخدمه عنده دورات، بياخد دورات فن التعامل مع الجمهور، بيقدر ان هو يخدم اللي قدامه بصوره كويسه تلبي رغباته. طريقه العرض، الحاجات دي كلها لبيناها الحمد لله في الحاجات دي. طبعا فرق الاعلام موجوده معانا لحظه بلحظه علشان نوصل ده للساده المواطنين. تمام. ان احنا بنقول لهم الخطوة. بشكرك استاذ وائل، شكرا جزيلا. بشكرك استاذ هاني، بشكرك استاذ بشير، شكرا جزيلا على هذا التجاوب. واحنا يعني نتمنى برضو الحاجات دي لو في حاجه ناقصه تتابعوها معانا زي ما حضرتك وعدت، وارجوكم تبقوا فاتحين معانا كده على طول، كل اللي هيجي لنا هنديه لكم، يعني نساعد الناس على قد ما نقدر، خاصة ان في مشاكل بتظهر جديدة اهو يا استاذ هاني. يعني مشاكل بس تعقيب صغير بس على موضوع الغربية، في موضوع ال 500 رغيف اللي كانوا دول كانوا بيوجهوا للمغتربين، السادة المغتربين داخل المحافظة. لكن طبعا احنا بنتقصى ولا ده، بنحاول ان احنا طبعا المكان اللي ما فيهوش مغتربين، المكان اللي طبعا بعض القرى استحالة يكون في بعض القرى مغتربين، فعشان كده المبلغ ال 500 الكمية 500 رغيف ده بيكون ممنوح للمناطق المستحقة والمستهدفة. تمام. فعشان كده ده حاجة خصوصا ان معظم الناس اللي كانت على مشروع الاسكان الاجتماعي، الاسكان الاجتماعي اللي بيتعمل دلوقتي يا جماعه ده مشروع احد المشروعات القانونيه الكبرى اللي تبناها السيد الرئيس بنفسه، السيد رئيس الوزراء في اهتمام برضه كبير جدا وفي اجتماعات متتاليه للمتابعه في الموقف التنفيذي للمشروع. المشروع ده اضخم مشروع اسكان اجتماعي حصل في تاريخ مصر كلها، الدوله لاول مره في تاريخها مخصصه في الميزانيه بتاعت السنه دي بس 61 مليار جنيه للمشروع ده. الوحدات كلها على اعلى مستوى من التشطيب، ثلاث غرف وصاله برضه ده ما حصلش قبل كده، مجتمع سكني حضاري متكامل. شفنا صور الحقيقه وفيديوهات واقع، شفنا صور واقع، مجتمع سكني مجتمع سكني حضاري متكامل. عايز اقول حاجه لوزاني، مفيش واسطه خالص خالص في المشروع ده، اهم حاجه. ده احلى حاجه. عايز اقول بس حاجه لوزاني، في اللي اتصلت من شويه كان عشان تطوير المناهج، مش انا اللي بطور المناهج والله، ولا السيد الوزير هو اللي بطور المناهج، بطور المناهج اساتذه متخصصين في كل المجالات. اطمني تماما يا استاذ نادين انت والزملاء على الجروبات اللي انتوا عاملينها اللي انا شخصيا متابعها، اطمنوا تماما، بس انتظر لحد ما تشوفوا. اوعى بيهاجموك يا بشير ولا حاجه يا خبر زعلان ده حبايبي كلهم وبحبهم. اطمني يا استاذ نادين، انا اللي بقول لحضرتك اطمني، شوف المناهج وبعدين قيموها، وان شاء الله يعني هتسعدكم المناهج الجديده باذن الله. بشكركم شكرا جزيلا، عايز يعني بشكركم طبعا على المتابعه، وبشكر الساده المسؤولين عن ده. والحقيقه احنا امام جيل جديد برضو من المعاونين للوزراء، جيل فاهم متحضر عارف يرد. الحقيقه بشهد مش كل المشاكل بتتحل، لكن بشهد ان هم بيبذلوا جهد معانا كبير جدا في محاولات الحل. بشكركم شكرا جزيلا، واشوفكم بكره ان شاء الله، تصبحوا على خير.